رايحين في على فين يا عايزه تتمشى زهقت من قعده البيت فمشيني اخيرا اخيرا نيها مش نوها قالت في نيها ساعتها بالنسبه لها شويه مشتريات هتجيبها يعني مش راح تتفسح تغير جو وتشم وتشوف البحر وتشم هوا لا حاجات شافت الفيديو امبارح بتاع خالد بن الوليد قالت لا تودوني الشارع ده انا عايز اشتري تودوني الشارع ده هنوديك يا بطوط ما تقلقيش عايز اشتري ايه يا بطوط حاجات ايه بالظبط انت عايز تشتري يا ماما شويه كوبايات على ترصات على عشان لما اتجوز مس جانا اكون عروسه بس كده رفنت ايه هتجيب ايه يا دي الفضايح يا دي الفضايح لا انا مش هصور الحاجه اللي هتجيبها ماليش دعوه الرقابه لا تسمح ربنا يستر ربنا يستر تبقى حاجات عاديه استر على امك ما انتش عايزه اقول لك ايه ما انا عماله اسالك طب قولي لي قبل ما افتح الفيديو انا بقول لك بقى قبل الحلوين ياخدوا بقى بيعملوا فيديوهات خدوا يا جماعه خدوا هي هي بتصرح له بطل ثوبها الجديد يا خوفي هي راح تجيب يا جماعه المايوه قطعتين هتجيب البكيني هي دي النيله يا دي النيلة يلا يا بطوط انت هتنحرف انا عارف هي هتنحرف النهاردة يلا بينا يلا وانت استاذ عمر واخد ايه معاك عارف برضو امشي عليها بالكورنيش صح عايز يمشي عليها بالكورنيش صح دماغ وانت استاذ مازن ايه مش واخد حاجة معاك لا واخد نفسه ده شايل نفسه بالعافية ده طب يلا يا بطوط قومي قومي وربنا يستر انا مش عارفة انت رايحة فين بس ربنا يستر ماشي لغايه دلوقتي انا مش عارفه ربنا يستر انا قلقانه منك هي عارفه الطرق كلها ما شاء الله انت اللي هتودينا وهترجعينا يا نهار اسود انا جايه اهو وغلاوتك لك غلاوتك بتمشي في الجزمه انتظروني على ناحيه الباب حاضر شفت انا ماشيه ازاي شفتوا مشيت البطه خدت الكرسي يلا مشيت البطه يا بصوا لغايه ما وصلت لعند الباب يا اخيرا الحمد لله يا جماعه وصلت بعد جبت الشنطه بعد ده كله لسه ارجع الحته دي لا لا والله ما تتعبي نفسك والله خليكي مكانك اجيبه لك لغايه عندك والله ما تتعبي نفسك يلا يا احمد يلا بص عمر والله العظيم طمرت فيك التربيه يا عمر بص بص يا جدعان والله العظيم طمرت فيك التربيه يا عمر بيقول لي ايوه ست دي نور عينيه يلا يا جماعه يلا بينا نور عينينا كلكم بصراحه ايوه ونشوف هنروح فين يا جدعان وما تاخدوش بالكم يا جماعه من الغسيل المنشر على الكرسي ولا حاجه دي حاجات بتنشف عادي يعني مصيف بقى مصيف تروح بقى مع لو تحط فيها المشانك هتبوظ يلا يا جماعه بينا كده على الجوله اللي احنا رايحينها وربنا يستر من بطوط الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامة انا هبقى ماسكة عليكي الفيديوهات خلي بالك انزلي على مهلك سنت يا بطوط سنت هما نزلوا وبطوط نازلة على مهلها براحتك براحتك لا انا معاك اهو بدون صابون ينفع كده جبت يا بطوط والله بصوا العربية مليانة مش عارفين نقعد من الحاجة بصوا ايه رأيكم بصوا بطوط ولسه بصوا عاملة فينا ايه ولسه هنجيب ان شاء الله ماشية في شارع خالد ابن الوليد يا جماعة عايزة تجيب الشارع كله محتارة اجيب ايه ولا ايه ولا ايه عايزة ايه تاني يا بطوط ايه اللي محتاجاه تاني قوليلي حلو كده لا لسه هنجيب حاجات من قدام لسه وماشية تشتري في هدايا لاخواتي واولادهم مش هنروح النهاردة انسوا بقى واحمد عمال يلف واحمد عمال يلف على ركنة استنى اما اقلب لكم الكاميرا تتفرجوا اصبروا اهو الشارع اهو بصوا بطوط قاعده اهي واحمد سايق يا عيني واحمد خلاص هيطلقني ويخلص اوعى احمد تطلقني في المصيف اما نرجع يا احمد عرفنا الطريق بس بقول لي ما تقلقيش اما نرجع يعني نويها شكل احمد نويها بصوا الشارع زحمه ازاي زي امبارح بالظبط بس في كل حاجه بصراحه بصوا بطوط بقت ماشيه محتاره تشتري ايه ولا ايه يا جماعه من الشارع بس جابت بصراحه حاجات حلوه جدا واخواتي اكيد هيعجبهم الحاجات اللي بطوط جابتها وجابت حاجات ذوقها حلو لاخواتي واولادهم يعني بالذات حاجات البيت هنا بصوا عامله ازاي
حاجه جميله جدا جدا جدا. وطبعا ما نسيتش نفسها وجابت لها شنط روقت على حالها، وانا بصراحه روقت على حالي معاها برضو. بصوا الحاجات اللي انا جبتها دي، انا لما اروح بقى اعرض لكم بقى حاجه حاجه كده واقول لكم الاسعار. انتوا طبعا شايفين الاسعار عامله ازاي هنا واحنا ماشيين كده، الاسعار كلها جميله جدا. شارع خالد بن الوليد ده فعلا كنز يا جماعه، كنز يعني. بطوط لما شافته امبارح في الفيديو قالت لي لازم لازم تنزلوني النهارده، وفعلا جابت حاجات حلوه. بصوا الاسعار عامله ازاي، 35. ايه رايك يا ماما في الحاجات ام 35 دي؟ بصوا الحاجات جميله جدا، حاجات نظيفه حلوه. لا يا اكيد حاجات يعني كوبي مش حاجات اصليه طبعا، بس فيها حاجات حلوه برضو يا جماعه. بطوط ايه حبيبتي، ايه رايك في الايس كريم ده؟ عسل عسل عسل. ايس كريم اسكندريه يا جماعه، نبلنكيد العسل فظيع. نقول اللي مع تعالي كل معانا مدام معانا يا قلب عشان حبيبتي تنزلي مصر ان شاء الله بالسلامه يا قلب، ولازم نجيبك هنا لازم ان شاء الله يا حبيبتي، نلففك هنا وعلى الكورنيش بقى وتاكلي ايس كريم معانا كده. احنا دلوقتي على الكورنيش ولسه بقى هننزل نضرب اسمه ايه يا ماما، حمص الشام حلبسه والحلبسه اه ما هي هي والبطاطا المشويه والدور والقتان ده دي شغل بكيزه وشغلانه، احنا هنعمل عمليه شغل بكيزه وشغلانه خسيناها نرجع وقت كده. ده ليمون وشوكولاته، وانا عامله حاجه دي حاجات خفيفه يا جدعان مش حاجه كبيره، بس يا جماعه والله اه يعني ده حلو والله بس طعمه فظيع بصراحه عسل. احنا دلوقتي على الكورنيش يا جماعه بتاع اسكندريه، اوعي تبرقي خزالك عينك يا ام حلاوه، اوعي عشان يتهدم، اوعي اوعي تركزي ربنا يستر. انا جايين جايبين ايس كريم من الشارع، جايبين ايه يا بيئه يا بيئه يا يا ابعت لك الفانيله يا وليه، احنا الفانيله والشورت والله احنا بيئه بيئه ستات كسر. هناكل ايس كريم يا جماعه وننزل بقى نتمشى على الكورنيش مع بعض. ايوه لا انت النهارده والله العظيم خسيتي حبايبي، اقسم بالله خسيتي خسيت يا جماعه، جايب من الاخر جوز الذره بقى بكام تغيره الواحد ب 10 جنيه اسعار جميله اسعار. انا هاكل كوز ذره ب 10 جنيه ينفع يديكوا ده يا جماعه؟ منوقع عليك اهو، ايه رايك؟ شكلها لذيذ، ما انا اه ما انا صورت لك ما تقلقيش والله صورنا كل حاجه، حاجه جميله بصراحه. انا مروقه على بطوطه اهو عشان لما ترجع القاهره تبقى عرفت ان تروق عليها. وبنسمع انا احب البيضة دم بزارينا حاجات غريبه كده اغاني طول الطريق. لا بمناسبه جوزي استنوا اقلب لكم الكاميرا تتفرجوا هو بيعمل ايه بره عيني، مسحول مع العيال اصبروا. ده استاذ مازن بصوا فتح باب العربيه وبص واقف فين، بصوا بيضحك اهو عارف ان انا بصوره، واقف بصوا على باب العربيه. وده استاذ عمر بصوا قاعد بياكل الذره بره، واحمد بيشرب سجاير على البتاعه دي اسمها ايه، اسمها ايه يا ماما؟ لا مش سور ده كورنيش، بس انا مش عارفه اسمه ايه بصراحه، انا مش عارفه ايه الاماكن اللي هنا ومش عارفه الاسامي. عمر بيضرب لكم سلام اهو، اوعى يا عمر عشان اجيب لهم بابا اوري لهم بابا بيعمل ايه. بصوا احمد واقف اهو عمال بيسال الراجل اللي قاعد مريح على السور ده، قاعد بيساله ايه الاماكن السياحيه اللي انا اودي فيها العيال هنا يتفسحوا. واقف اهو بيلعب خفيش، واقف بيلعب قصادي بطوط، كل اللي همها العيال العيال، احمد عمال يرغي وسايب العيال. وده الراجل الطيب اللي اشترينا منه الذره، والله العظيم اجواء جميله ومش عايزين نروح. الساعه دلوقتي يا جماعه 2 الفجر ومش عايزين نمشي، مبسوطين جدا جدا جدا، ربنا يديمها علينا نعمه يعني. احمد والعيال راكبين بيزلي باك دول وعمالين يجروا بيه، ربنا يستر عمر ما يتقلبش. احنا هنا برضو قرب القلعه، بص المكان تحفه ازاي والاجواء عامله ازاي والناس كلها سهران لغايه الصبح. الساعه دلوقتي 3 الفجر وبطوط قاعده في العربيه بتشرب الحمص وايه روقان، وانا واحمد مسحولين مع العيال زي ما انتم شايفين كده. بصوا استاذ مازن اللي سايق ومتقدم المسيره يعني بقتله احمد يا عيني معاهم والله العظيم. في السفريه دي كانت سفريه نكد على احمد. عمالين يلعبوا هنا مبسوطين جدا جدا جدا. هنا تأجير البتاعة دي ربع ساعة يا جماعة ب 50 جنيه، اللي جاي برضو عشان يبقى عامل حسابي.
مبسوطين 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 اهو. وفي ده جرح سنه كمان اهو. لا ده بصوا حاجه ملك والله والله. الواحد ما عايز يروح من السفريه دي. كفايه الاجواء دي وكفايه. بصوا حمص الشام وكل حاجه موجوده والترمس كل حاجه موجوده فوق. تحفه المكان فظيع فظيع فظيع. الواحد بجد مش عايز يمشي ولا يروح. مع ان الوقت بيجري بسرعه مش عارفه مش عارفه في شيء. اهم رجعوا تاني رايحين جايين يا عيني. ومازن فرحان قوي مبسوط ان هو اللي سايق. بس انا خايفه على عمر والله يقع من ورا. بس ربنا يستر ان شاء الله خير. احلى حلبسه دي ولا ايه؟ جميله والله بالليمون كده. ايه طبعا انت قاعده في بطوط في العربيه ولا نزلتي ولا رحتي تجيبي ولا تقعدي على البحر شويه ولا اي حاجه؟ لغايه عندي استنى اي اميره. نزلتي من البيت قاعده في العربيه وهتنزلي من العربيه تطلعي البيت. الملكه في اميره. انا اميره. صح صح. انا مراي الملكه وانت الاميره. دي الرتبه الاعلى يعني. بالسن يا احمد. ملكه اعلى. ما انا بقول كده برضه. هو بالسن مش مشكله مين اعلى. المهم ان هم قاعدين ايه بيشربوا حمص ومروقين على حالهم. هو عينيك الله يخرب بيتك عشرة يا لهوي. هتقولي على ده كمان ايه؟ حمص شحاته شحاتين. شموا قبل ما تشربوا. احنا شحاتين الحمص ده. عايزين حلاوه رشقه. شحاتين الحمص احنا شحاتينه. ايوه ده على يدي. الراجل بتاع عربيه الحمص قال لنا خدوا انتوا غلابه يلا بقى. حصل حصل على يدي. بلاش كده. المهم ايه رايك في الفسحه دي يا بطوط؟ عسل عسل عسل. انبسطتي؟ بدل ما تفضلي قاعده في البيت كل يوم. شفتي؟ كنت بقعد اتحايل عليها انزلي انزلي تقولي لا خليني قاعده. تغيير. لا تغيير. قلنا كده من الاول. احنا قلنا كده من الاول. ده اول حد شويه حمص صغيرين ليه؟ انا بحب اكل الحمص. معلش المره الجايه. ماما عايزه حله لوحدها تغطس فيها. لا علمك اقول لك على حاجه. ده في البيت عندنا احنا شغل الحلل. انا قايل له في كوبايتي والله بس عشان كوبايتي فيها شطه. قايل له قلل الحمص قد ما تقدر. انا مش باكل حمص كتير. انا بحب اشرب الميه بتاعت الحمص بس. مش شطشطه والله العظيم تحفه. بتعمل ايه يا احمد؟ انا شايفاك يا احمد شايفاك كنت ماسك التليفون حتى في الرحله. ببعت واتساب. ببعت واتساب. مفيش فايده. غنى بطوط انت مزاجك رايق من اول الرحله. حصل. انا بحب اغني قبل النوم يا ماما الساعه 4 الفجر يا حبيبتي. دلوقتي 4؟ ايوه. طب كان المفروض دلوقتي تسميها. طيب ليه تسميها؟ زمانها كان زمانها نايمه وبتصحى دلوقتي صحيح. ماما صلي الفجر بقى. كان زمانها بتحلم دلوقتي. معلش يا بطوط قلت اغير لي الجو النهارده. صدقني لما بشوفها في المنام بقوم مزعوره. يخرب بيت كده. انت بكره معانا على البحر يا بطوط. ما تحلميش. والله طبعا انا قبليكم. انت قبلينا؟ هتلبس المايو. اما نشوف هتصحينا بدري ولا لا. هتلبس المايو وتنزل يا جدعان. ان شاء الله. ان شاء الله. مازن راح يجيب الزلابية. قال لك لازم تختم بزلابية بالليل. ايه العيال دي يا برضو؟ ده احمد تبعهم. ايه العالم ده يا جدعان؟ امال انا ماليش في حكايه الحلويات دي ليه؟ لا انا الحمص ظبطني بصراحه. لكن هم حادق على حلو على حاجات عجيبه اقسم بالله. بطوطه تاكلي زلابيا يا بطوط؟ ما تقدريش ليه يا ماما؟ انت خسيتي حبيبتي اليومين دول. خدي لك زلابيا. خدي لك واحدتين زلابيا بالشوكولاته. صح. خلي بطوط في الامان. خلاص يا بطوط بلاش بلاش تاكل. خليكي كده كفايه قوي عليكي زي الفل. نامي خفيفه. انا واخده بالي اهو. ايه رايك يا عمر في زلابيه اسكندريه؟ ولا دوقني حتى. ولا دوقني ولا دوقني. ده ضارب طبق لوحده احمد. مازن برضه انت يا ماما. ايه رايك يا مازن في الزلابية بتاعت اسكندريه يا مازن؟ حلوه. هم مش فاضيين. الصوت عالي قوي هنا. موتوسيكل. صوت الموتوسيكلات عالي هنا. على فكره العيال دي لما ترجع القاهره هتتنمرد علينا يا جماعه. هيبقوا عايزين يرجعوا اسكندريه تاني لان كلها دلع وفسح وحاجه زي الفل. ايه رايك يا احمد خلينا قاعدين في اسكندريه؟ هنفضل قاعدين مش هنفضل قاعدين بقى. بلا شغل بلا مدارس بلا بتاع. هناخد ايه من الشغل؟ عارف تعبنا حاجه من الدنيا؟ لا طيب خد. خد ايه بالظبط؟ خد الدنيا. طيب ماشي ربنا يستر يا جدعان ربنا يستر. احنا دلوقتي في طريقنا لفين يا احمد؟
خلاص بقى كفايه كده عليكم بقى. هتروح؟ امال ايه يعني؟ انا كده عنا بقى في الشارع عايزين ننام بقى. حاجه عايزين ننام خلاص يعني. حققتوا احلامكم بقى لنا كتير قوي بنلف. ايه ده اليوم خلص؟ ونقعد ونلف ونقعد ونلف. ايه ياما في ايه؟ اليوم خلص يا حبيبي. ايوه يا زومبل. امال ايه؟ لسه بدري. لا عشان ننزل من بدري بقى عشان البحر ان شاء الله. صح عشان نلحق الشغل. ناخد اليوم من اوله فطار وغدا ونرجع نتعشى في البيت وننزل نخرج. صح مش كده احسن؟ انا موافق. بس كده يا كابتن قلبي. لا عمر كان في واحده كده هنا هموت عليها. انا عارفه ضرب طبع كامل ولسه بياخد من الواد. مش عارفه في ايه يا جدعان. مش عارفه في ايه. احمد عندي لسه اتفضح هنا في اسكندريه برضه. احنا كلنا تقريبا جالنا مجاعه هنا. مش عارفه في ايه. البحر على فكره بيفتح النفس. هو البحر يا جماعه بياكل هنا بطريقه صعبه. خلينا ضربنا دلوقتي وهنرجع تاني 20 30 كيلو اللي احنا خسيناهم. ربنا يستر. امبارح كنت قاعده في نفس التوقيت ده بتعشى مع احمد. كان بطوط نايمه. دلوقتي بقى احمد والعيال ناموا وبطوط اللي قاعده. وانا جيت ناحيتك. كفايه صوتك في صوتك كمان. هو لازم الصوت يبقى عالي. يا حبيبتي اتعلمي الرئه. امبارح في نفس التوقيت كنت بعمل ايه؟ بتعشى مع احمد. انا حاسه ان البوكس داخل بظهره علينا والله. بعد ما تعشينا عملنا بطوط الحرف. بطوط الحرف عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ قمنا غسلنا ايدينا. انا قلقت والله. بعد غسيل الايد عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ فزروا فزروا. عملنا ايه؟ البوكس داخل بظهره علينا كده كده. ايه ده؟ اتعلمي الحوار من انت. انما انا تعش انت تغزلي وزي. يا بنتي في حاجه اسمها يا ماما البيت ده هيتفرج عليه احمد. خلي بالي. طب انا اتفرج. انت هتطلقيني وقعد في انا بنصحك. ايوه ماما انوثه مع احمد لكن مش انوثه قصاد الكاميرا. طب ما انت يعني في ايه؟ انت فاهمه الانوثه غلط. ما الناس هيفهموا كده صح. الله يرحمك يا ابويا. فرحه بس اكتبي لي على البتاع افهموني صح. بطوطه الحرف. في ايه؟ الحرف والله انا مش عارفه ايه اللي حصل. ما كانتش كده. اي نعم انا مجالي كان ما كانش بس المفروض العكس. معنى المهم يا جماعه امبارح كان في نفس التوقيت بطوط نايمه واحمد اللي قاعد ياكل معايا. النهارده بقى احنا لسه داخلين دلوقتي اهو البيت. الساعه دلوقتي 5 صباحا. المفروض ان احنا هنتعشى. حلو. احمد دخل والعيال مش شايفين قصادهم. دخلوا على السرير ناموا. مين بقى اللي قاعد معايا؟ مين اللي هينام ومين اللي هياكل معايا؟ اكل ايه؟ 5 وانا جايب الاكل ده لابويا الله يرحمه. ده افطار جامد. ابويا مال. مين اللي هياكل معايا؟ انا يتيم. افتكرت المرحوم. الساعه 5 الفجر ايام ما كان بيجيبني الاكل اقول له كل يوم وزه كل يوم. ما كنتيش ولا وزه ولا حطه ولا حاجه. ده عمره ما دلعني. والله عنده حق. تقول لك الخير يا غالي. كده تفتكروا الخير. امال ايه؟ انا اشرد الراجل. الله يرحمك يا ابويا. وانا زيك. الله يرحمك. لا انحرفت. بص ميسي وجاله هياخد. بصوا جميلة الانوثه والرقه عشان تعرف ان انت ربنا دعيلك. بس بص مش لدرجه ان انا اكل الرز بالشوك. بعد ما الاكل حاجه ثانيه. هتلاقيني هتوعى من قدامي عشان ما اكلكش. انت صبرت فوق 90 سنه وحداني وشوف ربنا بعت لك بنت الحلال. مش بقوله انا ماليش فيها. انا مش هرد عليك اصلا. بنت الحلال ربنا بعت لك. بس في الصبره ابقى بعد كده اقول لك انت عايز ايه يا جون جون. هل ده صوت خاتمه بالنسبه له يا ماما؟ شكلها ربنا بعت فيك. هو انت لو صوت خاتمه حاطط جنب الدوريه بتاعتها يعني ورد وحاجتها منسقه ساعتها كانت فرنساويه. انت فاهمه غلط. ساعتها انا مش عارفه ده الراجل ده يعمل ايه. ربنا بلاه. انصحك بلاه. ربنا كرمك للسن ده عشان يرزقك ببطوط. اكيد عشان يغفر لك. عشان تبقى عارف. يعني ده النهايه عشان يغفر لك كل ده. انا جبت اكل وبطوط مش عايزه تاكل معايا. اشهدوا اشهدوا. بس انا جايبه لك ايه يا بنت؟ ده افطار يا بنت. مش مشكله. ما هي الساعه 5 الفجر هتفطري ايه؟ الف انا مش هفطر حاجه. بصي استنى انا هغريها. العيش الشامي اللي انت بتحبيه. بصي برضك. لا شم ريحة العيش الشامي. شم خلاص بقى مفيش فايدة. طب عشان لا 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 انت قلتي مش هاكل. ممكن نتوب. لا انت قلتي مش هاكل. خليكي عندي كلمتك.
دي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه؟ يا بنت الفجر. خمسة الفجر، خمسة الفجر. جرايم بعد منتصف الليل دي خلي بالك. بس انا قوية برضه. متأكدة؟ هاكلها خمسة وربع. اللي جاي ده، اللي جاي ده انا عارفة ان انت مش هتقدري تمسكي نفسك. لا مالكش فيه، اه ده بقى اللي كان ادخل عليه. لا اللي تحت ده انت مالكيش فيه، انا عارفة ده تبعنا. هي ده انا عارفه ان هي مش هتاكله وهتقوم تجري من جنبي من الريحه دلوقتي. بس بتاعت الله يديك المعونه. ما تخافيش ما تخافيش. دي فراخ. خلاص يا ماما انا مش هاكلك منها والله. انا عارفه خلاص انا بعدها عنك اهو والله. في ايه؟ اهو فراخ يا جماعه ليا انا مش ليها هي عشان هي ما بتحبش الفراخ. خلاص خلاص انا بعدتها عنك. بوظت ريحه الكفته بالفراخ. ده انا جايبه لك شاحينه وسلطات، ده انا مروقه عليك، ده انا مظبطاكي النهارده. بصي بقى ده، بصي ده الغالي بقى، وجايبه لي الكولسلو كمان اهو. لا ده انا مروقه عليها والله، مروقه عليها يا جدعان. انا مش عارفه ايه ليه بتعمل معايا كده. بصي بقى ده، بصي بقى يا سيدي يا سيدي يا سيدي. ايه رايك؟ شم شم ده بالزبيب يا بنت. طب المكسرات؟ لا بالله، اللهم صل على النبي. باسمها ايه يا بنت اللي انت ما بتحبهاش؟ لا القرفه. القرفه وربنا ريحته قرفه خالص. الحمد لله. لا لا والشفا وصلت للعي والله. انا توقف خالص. خلاص انا كنت اخد منك معلقه اصلا، لان انا اللي هاكل لا رز ولا عيش بصراحه على الليل. انا مش ناوي اكل لا رز ولا عيش بالليل عشان تكونوا فاهمين. كلها قرفه. لا ان انا جربت كتير جدا، انا اصلا ما بحبش. بس حلو بالمكسرات والزبادي. بالله انا والشفا هتتعشي؟ لا اتعشي ونشرب بعد كده بيبسي، هتبقى الدنيا تمام معايا. بصي 2 3 4 كفته بس كفايه عليا كده. لا وضع النبي مش هتتعشى يا جماعه، مش هتتعشى، احنا فاهمينها غلط. يلا يا جماعه نقعد احنا بقى ناكل ونشرب البيبسي ولا ادخل انام يا جماعه؟ ما تصدقوش ان انا عارف. ايوه هصور لكم بعد ما اقفل الكاميرا. ام بو ايه؟ ام بو ايه؟ ام بو سب. ام بو سب. نشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم يا جماعه.